عارفه سمر؟ اه عشرتيها؟ لا يبقى ما تعرفهاش. اسمي سمر محمد سيد، وشهرتي اسمي سمر التوأم. هو الناس اللي حواليا هنا عارفين ان انا من صغري انا كنت باخد العيديه او مصروفي كنت بجيب بيها كوره. اللي ما يعرفناش يشوفني مثلا بلبسي او يشوفني ان انا بلعب كوره او يقعد يقول لي واد يا بت مش عارفه ايه. في ناس كتير مش حباها لان في ناس كتير مش عارفاها. انا حباها، انا في البيت بروق وبعمل كل حاجه، وبصحى من بدري اخلص الدنيا اللي ورايا عشان الحق اروح التمرين بتاعي. فهي طلعت من صغرها بتحب كره القدم، فمش هقول لك بقى كان عندها 6 سنين بتلعب كره قدم، انا كنت بلعب معاها كره قدم. كرة القدم كانت حياتها هي واختها كمان. فاختها اتجوزت ولكن هي حياتها كلها سمر. مش عايز اقول لك يعني ايه، هو كفاح اه، بس ما كانش فيه ايه يعني حاجه خدتها، حاجه استفادت بيها، تحس ان انت بتشقى ومش لاقي حاجه. ربنا معايا ومشجعني على اللعبه، على اللعبه ديت ان انا باخد منها حاجه بصرف من اللي ورايا. يعني انا شايله مسؤوليه زي راجل، وممكن راجل ما يشيلش المسؤوليه دي. انا هنا في حتتي هنا وفي منطقتي الدنيا كلها عارفه ان انا راجل بتاع والدتي، بس انا اللي بصرف في البيت وانا اللي بجيب العلاج بتاع ماما بالسكر ضغط مش عارفه ايه. ماما تعبت بنزل اكشف عليها. يعني الواحد بينام ويقوم، انا عن نفسي بتشهد على نفسي لما بلاقي نفسي صحيت تاني يوم بقول الحمد لله يا ربي، ربنا يديني العمر لحد ما ستر سنة. انا عندي ماما ربنا فوق وهي تحت، هي اللي فضلالي وهي اللي ربنا خليها لي. يعني انا ماليش غيرها، انا من غيرها إيه؟ ولا حاجه. انت تقدريش تقولي ايه مش ايه؟ هاي لا اوعى انا وسمر التوأم طالعين بنحب كرة القدم من زمان واحنا من صغرنا في الشارع. احنا كنا ما بنسيبش بعض في النادي، مع بعض نازلين مع بعض، طالعين في قلب الشارع بنلعب مع بعض، ما كناش بنسيب بعض خالص. ما فرقت السما غير ساعة الجواز بس. بس انا بحب الكوره ما زال لحد دلوقتي، اه في نادي واه كبيره والدنيا كلها عارفاني، بس لحد دلوقتي انا بلعب في الشارع وكورتي في الشارع. حتى وانا ماشيه في الشارع لو لقيت عيال بتلعب في الشارع بقف العب معاهم. شوية بس وأنا هرجع تاني إن شاء الله، أبقى مع سمر بدل ما كانوا بيقولوا توأم واحدة يقول الاتنين إن شاء الله في الملعب. هي بقى كده عشان لما جه مراد جوزها وكده يعني، فكان في بقى اللي هو قصة حب والشغل ده. بس انا مش حباها، انا حابه الكوره. الماتش ده حكايه تاني لوحده، الماتش ده هو اللي هيصعدنا وهو اللي يعني احنا ان شاء الله كلنا رجاله وباذن الله، واحنا ناويين ان احنا نعمل حاجه.
يعني احنا الماتش دوت يكون او غير يكون، يعني الماتش ده باذن الله كل واحد فينا هيطلع اللي عنده. عشرين سنة دي يعني النهاردة أنا عندي 30 سنة، يعني كبيري 3 سنين هلعب. قوليلي يا فندي ما هتعمل ايه غير بقى لو هيبعت لك ليفربول بقى عشان تلعبي هتلعبي سنتين خلاص كده الحمد لله، يبقى انت كده معاكي فلوس كويسة. لكن هتعملي ايه يعني هتلعبي فين؟ حب الكرة. واللي باخده مش يعني اللي باخده قليل قوي، انا بصرف على الكرة اكتر ما باخد منها، بس انا حباها. يا شيماء انا متضايقة، انا رجلي بتاكلني. من يومك وانت جبل بتاوينا أبطأ وأنا السفينة أزق الفوق ونعدي بكرة ما يعود من تاني حروب وارجع وأشيلك بالشقلوب ونغني غين وجميلة نلعب سوا وسط العيلة نضحك ونعيش في تبات.